السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وأخيرا من التحكيم من البنين لإدارة اللقاء المنتخب الوطني الجزائري وجيبوتي في ملعب القاهرة بمصر. بصح قدامنا نبداو نعطيكم واحد المعلومات، نعطيكم معلومات تحصلنا عليها وين على بالكم باش يكون هما راهم داروا المباراه تاع بوركينا فاسو، داروا لنا اربيت، داروا لنا اربيت يعني يا ربي الاربيت اجيت ندخل الميساج بالخف 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 بالخف، عطوني غير نص دقيقه ندخل الميساج بالخف. ايوا دارنا الاربيت تاع نيجيريا، دارنا اربيت نيجيري اللي رفضناه، دارنا اربيت تونسي رفضاتو بوركينا فاسو، حنا رفضنا تاع نيجيريا وهما رفضوا اربيت تونسي. هذه في الخفاء اللي راهي تلعب في الخفاء، كلش كواليس يعني الحرب حرب كولسة يعني بيننا، رانا هما يضربوا حنا نضربوا. يا ودي كثر، شوف نقول لكم مانيش ندير له في الشيعه وانا ماشي لي انا ندير له الشيعه يعني والحمد لله يا ربي والله كثر، والله العظيم والله كثر خير الحاج محمد راهو، والله العظيم والله ما قاضيه. شو انا راني نشكر فيه عند ربي، واجب علينا نشكروا رجال الجزائر، والله كثر خيره مالغري راه كبير مالغري من بصح شتيله ما بغاش على بالك. شاف ناس باللي حقروا الجزائر، بغاو يحقرونا، بغاو يحقرونا في مجال كرة القدم، بغاو يحقرونا في مجال كرة القدم، هذه باش يكون على بالكم، بغاو يحقرونا في مجال كرة القدم، باش يكون على بالكم جماعة، كثر خير والله العظيم. وعاد على بالك هذا إنسان اللي عمل في الخاف، عمل جهرا وسرا ورا يعمل سرا يعني ما خاصوش باش الناس ولا الاعلام يهدر عليه. نعطيكم حاجه برك، الاعلام على سكت بالك تعقلوا كمال ما هو. نهار اللي بغينا نلعبوا مع جيبوتي استاد كان خاسر، وما قالوا استاد خاسر، ربحنا بثمانيه استاد خاسر، استاد خاسر ربحنا بثمانيه. روحنا المغرب درنا ماتش نيل، قال لك استاد شباب درنا ماتش نيل، صح خلينا معليش ما نعاودوش نقولوا صوالح اللي فاتوا صاي فاتوا، دروك انا في جديد. وين كمال مهوي في استاد شتا قال؟ قال راو وجماعته هما اللي خسروا الصطاد، راكم عاقلين عليها. من بعد تلقى مكالمه، تجي تجبدوا ما غاديش تجي بالك، ما يزيدوش جب ما يزيد ضروك سايك. الاعلام راه عارف اش كاين، ناس هم عارفين كاين رؤساء تحرير، كاين ناس كاين اللي اعلاميين على بالهم شكون اللي راه يخدم، شكون اللي راه في تواصل مع شريف الدين عمارة، شكون اللي راه تواصل مع 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 وزير الشباب والرياضه، شكون اللي راه تواصل، شكون اللي راه برا، شكون اللي يشوف، شكون اللي منا، شكون تواصل على بالهم اش كاين. هذه باش يكون على بالكم، على هذيك نقول لكم باللي المباراه تاع بوركينا فاسو حنا رفضنا كيسموه الحاكم نيجيري رفضناه، وهما رفضوا لنا الحاكم تونسي. دروك راهي باقيه عند تاع جنوب افريقيا، حتى تاع السنغال واعر علينا ما نقبلوش يدير لنا اخر مباراه لنا. كاين حاكم يعني وين حاكم تاع جنوب افريقيا هذاك اللي راه باقي، دروك بوركينا فاسو الاخرى غادي دروك مكاش اللعب، دروك لازم الرد بالمثل، والو لازم الرد بالمثل. صح داروا هذا تاع البنين نورمال، مباراه تاع جيبوتي يعني ما عندهاش بالنسبه لي انا ماهيش مهمه. صح باش تجيب لي اربيت اللي نتايا تقبل به، قد كنا نهضروا هذه في الخفاء، هذو الصوالح من بعد ينكشفوا، من بعد غادي تسمعوا فريد معطاوي يهدرها، تسمعوا مراد بوطاجين يهدرها، تسمعوا في القنوات غادي يهضروا هذه الهضره، غادي مين كاليفو يديروا حصه كيفاش كانت كولاسه، كيفاش كانت بالناس استهديك يعني كل واحد ويعطوا حقه، كل واحد ويديروا له حقه. غادي معنا راني نقول لكم اليوم بصح هذه الحاجه غادي ما غاديش يقولوها لكم غدوه ان شاء الله ولا الشهر الجاي ولا لا، تمر الماتش تاع بوركينا فاسو غادي تسمعوا حقائق،
كاين قلت لك بوركينا فاسو مور الماتش تاع ماتش دو باراج تاع مارس موراها كي ريحوا روبوزو مليح يعني غادي تسمعوا حقائق تسمعوا حقائق الناس كيفاش دخلت من نهار اللي الجزائر راحت لعبت في في المغرب وتخلى الاربيت وحقرهم رجاله فماك دخلت الاربيت دخل في الليبيستيان ولا يعاير في الجواله فماك الناس دخلت خلاص عليه نشوفوا حنايا يقول لك الحاج من والحاج الحاج يخدم الجزائر يخدم للشعب الجزائري حاج مالقري عنده ناس اللي ما قبلوش نهار الاول ما قبلوش في الفوط التالي ما قبلوش ما قبلوش قال لك والو قال لك انا خلوا لي الجروب تاعي ايا مهم جماعه الحاج والحاج ما قبلوهمش لا غالب كانوا عامين ولا كانوا ما علاه كانوا علاه كان ضد الحاج والحاج هو اللي وصلوا كمدرب يعني حقائق هذه الحاج وين وصلوا كمدرب يعني وين ما قبل بصح ضروك راك تشوف رجال الجزائر الحاج رجل من رجال الجزائر اللي يخدم راه يضرب اسي محمد مطرق راه بالمطرق في لافريك راه بالمطرق ماشي زعاق اسي محمد عنده هذاك رئيس اتحاديه تاع 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 الاتحاد الافريقي رئيس اتحاد افريقي هذا قرا عنده دار عنده ستاج ست دار عنده ستاج بالك واحد العام سي محمد في الفيفا قرا عنده قرا عند الحاج خاطر الحاج غادي كيعيط له يشوف الحاج هو يحتاج الحاج يعيط له القوانين يعيط له مني يعيط له بزاف صوالح يعيط له على بزاف صوالح ما يعيطلوش على حاجه ما كان والو يعيط له على قوانين يعيط له مني يعيط له مني يهضر معاه يهضر معاه خاطر عليه يعرفوا بلي هذاك استاذ في الدروا سبورتيف قوانين كرة القدم قوانين الرياضة في الرياضة قانون يقري لو دروا سبورتيف يعني في الرياضة يعرفه كي تقول له هذاك موتسوبي هذاك تاع جنوب افريقيا كي تقول له الحاج محمد راه راه يعرفه خاطر لا قرا عنده في الفيفا قرا عنده دار ستاج دار ستاج قرا عنده سي محمد ماشي زعاقة ماشي جاية غيهار معظم رؤساء الاتحاديات قراو عند الحاج قراو عند الحاج سي محمد ماشي جاية غير هاك ماشي جاية غير هدرة هذه ما جاتش غير هدرة هذه جات كريزما وجات شخصية وجات كلش رجل قوي وين عاودوا نولوا وين تكلموا على التحكيم تاع خلينا تاع بوركينا فاسو قلت لكم بلي داروا تاع نيجيريا ما قبلاتوش الجزائر رفضت داروا تاع تونس بوركينا فاسو رفضت ضروك راني يعني نعطيكم شتا كاينه يعني نعطيكم نقول لكم شي 100% غاديش نقول لكم 100% بصح راني نقول لكم بلي يمكن تاع جنوب افريقيا وين ماذا بينا حنا كما يقول لك حنا الجزائر ماذا بينا تاع جنوب افريقيا غادي كو يدير خاطر كاين يعني لي بوان اللي طالع عنده لي بوان اللي راهم طالعين عند الحاكم من منطقه جنوب افريقيا باش يديرو هو لي بوان اللي عنده باش يديرو هو هادي متالي كاع هادي متالي وماجي بوركينا فاسو ماذا بيهم يديرو لنا واحد نتاع السنغال ماذا بيهم يديرو لنا واحد نتاع السنغال وين سيدير الحاكم البنيني لويس هذه المباراة بمساعدة مواطنه إميرا بالإضافة للحاكم المساعد الثاني يعني بالإضافة لحاكم الرابع محمد عيسى لمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره من جيبوتي لحساب تصفيات مونديال 2022 وتم ترسيم إجراء هذه المباراة بملعب القاهرة بمصر يوم الجمعة 12 نوفمبر انطلاق من الساعة 3 زوال ويذكر أن هذه المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره من جيبوتي تدخل ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم قطر 2022 أنا داخلين أنا راني في الكونتيمود أنايا أنا راني نهدر راني داخل أنا دروك هذه قضية اللي يجي ضد بلادو هذه صايك ما كاش هذه تاع تهدر كاين صايك دروك ندعمو دروك كاع نوقفو مور المنتخب الوطني كاع نوقفو مور المنتخب راهي كاع الناس واقفة مور المنتخب دروك أي باقية عند اللعابة وباقية عند المدرب دروك كاع الناس يعني وفرنا كلش يا خويا خرجناك من المغرب يا خويا لاربيت تاع نيجيريا ما غاديش يدينا نتوما ما قبلتوناش تاع تونس حنا ما قبلناش تاع نيجيريا دروك اربيت غادي الفيفا هي الفيفا هي اللي دير انا تبان لي بلي راهم لي بوان اللي راهم طالعين عن تاع جنوب افريقيا حاجه وحده اخرى الله اعلم حاجه وحده اخرى
ما على بالناش كاش حاجه نجي نقول لخوتي ما كاش كاع مشكل.